فعايزه قطع غيار وعايزه مواد خاصه بيها. في كتير، وانا بقول النهارده القطاع اللي محتاج مننا كلنا دوله ومواطنين وقطاع خاص ومستثمرين وبنوك هو الصناعه. ده اللي لسه ما خدش فرصته اللي احنا بنتمناها، لان ده هيدي فرص عمل مستقره لعدد كبير من المواطنين. مره ثانيه بشكر كل القائمين على المشروعات ديت، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه على طول كل ما يكون في فرصه ان احنا يوم ولا يومين كده نطلع ونفتتح المشروعات ديت للمصريين، يطمنوا ان بلدهم ما حدش هيقدر ابدا يوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا.